إذا كان إمام المسجد الذي يصلي بالناس وبعض المأمومين أو كلهم ممن يعتقدون في الأموات النفع ودفع الضر، وممن يحلفون بغير الله ويرتكبون الكثير من البدع والخرافات، إذا كانوا بهذه الصفات فهل يجوز لي أن أصلي معهم وخلف هذا الإمام، أم أصلي وحدي في بيتي، أو أبحث عن مسجد آخر لا يتصف إمامه ولا المصلون خلفه بهذه الصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشترط في الإمام الذي يؤم المسلمين في الصلاة أن يكون على قدر كبير من صلاح العقيدة وصلاح السلوك والعمل، لأنه قدوة، ولأن إمامة الصلاة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. فإذا كان الإمام الذي ذكرت على هذا الوصف أنه يفعل شيئا من الشركيات والخرافات والبدع، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه إذا كان يعتقد النفع والضر بغير الله جل وعلا من القبور والأموات فهذا شرك أكبر، ويتقرب إلى القبور بأنواع من القربات كالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك، فهذا شرك أكبر، صاحبه خارج من الملة، لا يصح منه عمل ما دام على هذه العقيدة الباطلة. وكذلك إذا كان عنده شيء من البدع والخرافات، وإن لم تكن تصل إلى حد الشرك إلا أنها تخل بعدالته وصلاحيته للإمامة، أنه يشترط في الإمام أن يكون عدلا، وهذه البدع والخرافات التي يزاولها تقدح في عدالته، فلا يصلح أن يكون إماما ولا تصح الصلاة خلفه. أما بالنسبة للمأمومين، إذا كان الإمام صالحا في عقيدته وصالحا في سلوكه وأخلاقه، كان عدلا، فإنها تصح الصلاة خلفه، ولو كان في المصلين وراءه من هو مرتكب لشرك أو بدعة أو خرافة، فالعبرة بالإمام، العبرة بالإمام، تصح الصلاة خلفه ولو كان في من يصلون خلفه من يتصف بهذه الصفات التي ذكرت. أما إذا كان الإمام هو الذي يزاول هذه الأعمال الشركية والبدعية، فهذا كما ذكرنا لا تصح الصلاة خلفه، وعليك أن تلتمس مسجدا آخر يكون إمامه مستقيما وصالح العقيدة وصالح العمل. وإذا لم يكن هناك مسجد إلا هذا المسجد الذي فيه هذا الإمام الذي لا يصلح للإمامة، فبإمكانك أن تجتمع مع آخرين ممن ينكرون هذا الشيء وتصلون جميعا وتتركون هذا المسجد، ما بأن تعمروا مسجدا آخر أو تهيئوا مكانا للصلاة إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى إماما صالحا. هذا إذا كنتم لا تستطيعون السعي في عزل هذا الإمام واستبداله بأصلح منه، أما إذا كنتم تستطيعون أن تسعوا في استبداله بما هو أصلح منه وجب عليكم ذلك. الله أعلم.